مرحبا سعيد، نتواصل معكم مباشره من عاصمه الزيتون مكناس. هذا معكم عادل الهلوي المنشط المحترف، نتحدث عن واقع مدينه مكناس، مدينه المولى اسماعيل، مدينه القرن 17 الى هنا. عديد الاشكالات، عديد الارهاصات، غنخليكم معنا اليوم في جوله تكلموا فيها على مدينه مكناس، على الواقع المعيش، وعلى مجموعه ديال المتناقضات اللي كتعيشها عاصمه الزيتون. إذا دائما في تواصل مستمر معكم هنا بقبلة باب منصور العرش، أحد أهم المآثر التاريخية بعاصمة الزيتون مكناس، وبالضبط من ساحة الهديم، الساحة العريقة على غرار ساحة جامع الفناء التي تتواجد بين المدينة الحمراء مراكش. مكناس لها فخرها من خلال هذا الباب، باب منصور العرش، اللي كيتواجد من باب يعني طبق الأصل بباريس هناك بعاصمة الأنوار فرنسا. نتحدث عن مآثر تاريخية طالها النسيان منذ سنوات عدة. هذا الباب اللي كنشوفوا مرايا منذ سنة 2001 آخر ترميم عرف هذا الباب، والسؤال يطرح نفسه: لماذا كل هذا الإهمال؟ تعاني منه مدينة كانت تصنف من ضمن أربع مدن كبرى أو المدن الملكية. اليوم نتساءل عن واقع مدينة مكناس، ليس فقط على مستوى المآثر ولكن على مستوى مواقع اقتصادي. مكناس بلغة عامية دارجة كتحرك في مناسبتين اثنتين لا ثلاثة لهما: المعرض الدولي للفلاحة وموسم الشيخ الكامل. عدا ذلك ففرص الشغل قليلة جدا. إذا دائما سنتواصل معكم، كما تشوفوا هذه المنطقة غنية بالسياح اللي كيجوبوها من مختلف مدن العالم، ليس فقط من أوروبا ولكن من أمريكا، من مختلف القارات اللي تيجيو لهذه المدينة، لأنها فيها مآثر متميزة، منها باب منصور، منها ضريح المولى إسماعيل، منها باب الخميس، منها عديد المآثر التاريخية. ولكن السؤال يطرح نفسه: مدينة مكناس تعيش واقعا اقتصاديا مريرا في إطار غياب فرص الشغل خاصة بالنسبة للشباب، وهذا نداء خاص باش نديروا إعادة النظر لمجموع الاقتصاد اللي كيشكل مدينة مكناس، علاه يكون في القادم إن شاء الله يعني طفرة نوعية على مستوى اقتصادي مدينة مكناس. دائما بالحديث عن مدينة مكناس وفي ظروف تصويرية متميزة، هي أمطار الخيل تتهطل بمشيئة الرحمن، هي بشرى سارة لكل المغاربة خاطبة من طنجة عرض الشمال إلى الكوير من عرض الجنوب. مكناس ونحن نتحدث عن واقعها الاقتصادي، المطر يتهطل، ربما هي قطرة الرحمن تعطينا نظرة إيجابية على واقع مكناس في المستقبل القريب بمشيئة الرحمن. إذا بالحديث عن مكناس لابد أن نتحدث عن كرة القدم. للأسف فنادي الرادي المكناسي الذي كان بطلا للمغرب سنة 95-98 اليوم يقبع بقسم الهواز في قسمه الثالث. وبالنظر إلى قسم الثالث هواز ننظر إلى المدينة ككل. القسم الثالث يعني أن المدينة تعيش في سبات عميق، علها بعد هذه الأحداث أن تصفق. إلى اللقاء.